المجد معمرها والعز مزمرها. بحب قول كل عام وانت بخير لكل عمال سوريا، ونحن الرديف الثاني للجيش العربي السوري. مثل ما الإرهاب خرب ببلدنا، نحن رح نعمر ورح ترجع سوريا أحسن. بقول لك كل عمال سوريا كل عام وانت بألف خير، وبقول لعمال لأخوات الجيش المسلح الباسي، انتم عم تحاربوا على الجبهات وعم تبذلوا مجهودكم على الجبهات، نحن عم نحارب هون كمان بعملنا. وحيي صمودكم أيها العمال الشجعان، وكل عام وأنتم بخير، وأعطاكم الله النصر والقوة إن شاء الله. نحب نعيد على العمال نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وهم يقفون مع الجيش في خندق واحد بعد القضاء على الإرهاب سيبنونا الوطن. لازم نبني بسواعدنا، لازم نبني سوريا الحضارية، لازم نرجع نعمرها من أول وجديد. وأنا بحب أقول للجيش العربي السوري الله يحميكم. نزرع حبك يا بلاد ولم نعاد رفاقنا العمال بهالمناسبة اللي عم يدافعوا يد بيد مع الجيش العربي السوري. حقيقة الجيش العربي السوري عم يدافع بسلاحه بالخطوط الأمامية، وكل عامل ورا مكنته، كل أستاذ بمدرسته، كل أي عامل حقيقة هو عم يدافع وعم يجاهد بعمله بمثابرته بمتابعته بذهابه، حتى الطالب بذهابه إلى مدرسته عم يكافح وعم كل إنسان بمكان عمله هو حقيقة عم يدافع عن هالوطن. حي جميع العمال في الجمهورية العربية السورية، هؤلاء الجنود البواسل الذين يقومون بمعركة البناء والصبر يدا بيد مع الجيش العربي السوري على ساحات التحرير وقهر هؤلاء الإرهابيين التكفيريين، والنصر حليفنا بإذن الله. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا هلوم، وكسرنا الجو الهادي عدروم.